من ساعة ما الثورة ابتدت وفي ناس كتير بتحاول ان هي تعمل اي مصلحة بأي طريقة، مش مهم ازاي، بس المهم ان هم يكسبوا شعبية، يبقى ليهم اي منصب، ممكن يترشحوا للرئاسة. المهم ان انا قلت اشوف مرشحين للرئاسة، ولقيت ان الدكتور سليم العوة ترشح للرئاسة، فقلت اشوف التاريخ بتاعه عشان خاطر يعني لو كويس ممكن انتخبه. بس مبدئيا في الموضوع مشهور بتاعه، الحلقة بتاعت بلا حدود على الجزيرة، لما هو والمذيع كانوا بيقسموا على الكنيسة مع بعض. والله كانت حلقة كويسة، بس يعني المشكلة انا عارف ان دايما المذيع بيكون محايد او بيسأل، لكن الحلقة دي بالذات كان هو والمذيع بيقسموا مع بعض. جاء على لسان وزيرة القوى العاملة المصرية، نشرته صحيفة الأهرام الرسمية في 30 من مايو من العام 2007، أكدت فيه الوزيرة على أن الأقباط الذين لا تزيد نسبتهم حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة عن 6% فقط من عدد السكان يسيطرون على ما يزيد على ثلث إجمالي الثروة في مصر، إضافة إلى كبريات الشركات في مجالات الاقتصاد المصري كالسيارات والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها. وقالت الوزيرة في ردها إن تقرير مجلة فوربس الأخير أشار إلى وجود 3 أقباط مصريين من بين 10 مليارديرات بالمنطقة العربية، ليس فيهم مسلم مصري واحد. كما أن الأقباط يحتلون حسب رد الوزيرة نسبة عالية من الوظائف المرموقة في الدولة، بينهم أكثر من وزير، علاوة على أن نسبتهم في النقابات المهنية في مصر التي على رأسها الطب والصيدلة تصل إلى 25% تقريبا من إجمالي العضوية، رغم أن نسبتهم في عدد السكان لا تزيد عن 6%. وتشير بعض التقديرات إلى أن نصيب الأقباط من نسبة الإيداعات المالية في البنوك المصرية يصل إلى 40% من حجمها. المحامي نبيه الوحش اللي بيظهر في كل الحاجات اللي قدم بلاغ للنائب العام يطلب تفتيش مطرانية بورسعيد والكنائس التابعة لها، وهناك تعليقات كثيرة على الخبر أن الأديرة مليئة بالسلاح، وأن الأديرة خارج نطاق الدولة، لا تستطيع أن تدخل إلى هذه الأديرة ولا في الوقت الذي يتم كل يوم القبض على مسلمين بتهم التطرف صحيح. والسلاح صحيح. إنهم يسيطرون على 40%. على فكرة بص، هو مفيش 3 مليارديرات بس في مصر، احنا عندنا مليارديرات كتير، بس هو الفرق إن فلوسهم كلها بره، فمش عارفين يعني يعرفوا فلوسهم فين، وهو ابتدى يبان دلوقتي، ف يعني معلومة مش صحيحة أوي، بس قشطة. هو أنا بصراحة مش عارف ايه اللي مضايقه إن 25% من نقابة الهندسة ولا الدكاترة مسيحيين ولا مسلمين، يعني هو اللي يجيب المجموع بتاعها ما يدخلش بقى الجامعة علشان خاطر عددهم 6%، ولا أنا فعلا مش فاهمه. يعني المجموع بيفرق ما بين الكليات، وعلى فكرة الفقر مش بيفرق ما بين مسلم ومسيحي، زي بالظبط كده اللي ماتوا في حرب أكتوبر ما كانش الرصاص بيفرق ما بين مسلم ومسيحي، فبلاش التخلف ده. سيبوا من ان بعد كده طلع دكتور العوة ومدح في عمر سليمان واحمد شفيق، عشان معروف عنهم طبعا بالنزاهة والوطنية الاثنين. نعم، عندما قلت بأنك تتوقع من هذا الاجتماع أن يؤمن خروجا للرئيس حسني مبارك، لكن في المقابل هناك نائبه عمر سليمان وهناك الحكومة الجديدة، برأيك هل وأحمد شفيق رجلان معروف عنهما النزاهة والوطنية، والحكومة الجديدة لم تشكل بعد. نعم. ونحن لن ننظر إلى هؤلاء باعتبارهم امتداد لحسني مبارك، هؤلاء وضع طارئ ضروري تمليه الضرورة، وعلى قدر الضرورة يباشران عملهما، أما أن تتحول هذه إلى استمرار للنظام الحالي فهذا مستحيل. نعم، يعني يمكن أن أفهم منك بأنه مع بقائهم مع بقاء الرجلين في موقعهما هذا يكون مقبول من جانبكم، بشرط أن يخرج الرئيس حسني مبارك أو يتنحى الرئيس حسني مبارك، يعني يتنحى ويحل مجلسي الشعب والشورى ويلغي قانون الطوارئ.
هذا هو المطلوب منه، وبعد ذلك الحكومة الضرورية دي تمارس ما نص عليه الدستور من تشكيل جمعية تعمل دستور جديد وتقود البلد في طريق الديمقراطية. نعم، من الذي يرفع هذه المطالب بالتحديد ومن الذي يتبناها في إطار خطة؟ من هذا الميدان مع الجماهير الموجودة والقوى الوطنية في مصر كلها موجودة في هذا الميدان. أنا لا أعرف قوة وطنية مصر غير موجودة في هذا الميدان. وبدل ما يطالب بالدستور ان هو يتحط الاول مرة، لا ده طلب ان الدستور يتحط الاول مرتين. احنا لا نريد ان نتكلم عن فراغ دستوري، لان فراغ دستوري يعني احنا مسلمين بالقائم. لا، الان بعد 10 ايام في الشارع او 9 ايام في الشارع ولدت شرعية جديدة اسمها شرعية 25 يناير تلغي ما سبق، وتشكل لجنة تأسيسية ان شاء الله من عدد قليل جدا لا يزيد عن 10 تضع دستورا باسرع وقت ممكن، وهو امر في غاية السهولة. انا اقول لكم بهنية امر في غاية السهولة ان يوضع دستور في 10 ايام يلبي جميع المطالب، وتأتي بعد ذلك انتخابات طبقا لهذا الدستور. نحن ابناء الشرعية الجديدة شرعية 25 يناير. بعد كده جه الدكتور العوا قال ان اللي يطالب بالدستور اولا دول شياطين الانس، وان المجلس العسكري هم نورة الاعين. يذهبون الى الاخوان اصدقائنا ونورة اعيننا الذين يسمون بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وهم حقا نورة الاعين، وهم حقا زهرة هذا البلد في هذا الظرف العصيب الذي نمر به، ويجلسون معهم واحدا واحدا ومثنى مثنى وثلاث ثلاث ليقولوا لهم هذا أمر دستوري خطير. وإخواننا العسكريون ليس لهم في الدستور، مش شغلتهم، شغلتهم البندقية والمدفع والطيارة والدبابة، ما لهم هم مال الدستور، مادة 1 ومادة 5 ومادة 9، فهمش دعوة. فإذا جاءهم أحد شياطين الإنس وحاول أن يقنعهم بأن هذا الأمر هو الواجب دستوريا، فإنني كنت أتوقع، وأنا صادقا أقول لحضراتكم، كنت أتوقع أن أسمع مثل هذه الإعلانات من أعضاء المجلس العسكري اللي قالوا لهم كده بتوع الدستوري، اللي قالوا لهم كده بتوع الأحزاب السياسية، اللي قالوا لهم كده بتوع الخطب المنبرية، قالوا لهم الكلام ده. كان ينبغي عليهم أن يصدقوا ويطلعوا يقولوا خلاص يا جماعة هنعمل الدستور الأول، لكنهم كانوا أكثر حصافة من السياسيين، وأكثر مكرا ودهاء من الدستوريين، وأكثر حرصا على مصلحة البلد ممن يسمون أنفسهم بالنخبة المثقفة. اللي أنا أعرفه عن الحرية والديمقراطية إن مبادئها هي تفهم والتحاور تقبل الآخر. لما من دلوقتي على فكرة الدستور أولا اللي حضرتك كنت معاها، دلوقتي اللي معاها بقى شياطين الإنس، وسيبنا مواضيع قتل المتظاهرين والتعذيب بتاع المتحف وكشف العذرية على البنات، سيبنا كل ده وماسكين في الدستور اولا. ده غير اصلا ان كل المتهمين في حوادث قتل المتظاهرين كانوا اللي عند الاقسام بس، ما نعرفش حاجه عن القناصه اللي كانوا في الميادين ولا الشوارع، لان كده كده المتهمين دلوقتي بتوع الاقسام هياخدوا براءه على حسب القانون علشان خاطر كانوا بيدافعوا عن الاسم، يعني قضيه لسه صغيره. المهم انه اللي انا عندي سؤال مش فاهم ايه اللي بيحصل فيه، انه التعديلات اللي الناس وافقت عليها كانت بتنص ان بعد انتخابات مجلس الشعب والرئاسة يتحط الدستور وبعد كده نرجع نعيد من الاول، بس بعد ما نزل الاعلان الدستوري اتغير موضوع الرئيس واتحط مكانه المجلس العسكري. هو ده مش التفاف حوالين ارادة الشعب والديمقراطية اللي كل شوية عمالين تقولوها؟ ولو هو مش التفاف، هو السؤال هنا، لو الليبراليين الكفرة بفرض ان هم كفرة داخل مجلس الشعب اخدوه كله او جزء كبير منه وحطوا دستور كافر، هيكون ايه رد دكتور سليم العوا عليه؟ هل هيوافق؟ مش هيحاول يلتف حوالين الديمقراطية؟ ولا هيبقى ايه النظام ساعتها؟ وعشان كده الناس اللي بتطالب الدستور الاول انهم عايزين كل الطيارات اللي تعبر عن كل المصريين يقعدوا مع بعض يحطوا الدستور عشان الناس كلها تبقى موافقة، ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش احتكار على الدستور من طيار معين او فكر معين. فانا شايف ان هو في منطق، لكن انا مش عارف ايه المنطق ان احنا نعمل انتخاباتنا للشعب بعد كده نحط دستور كان نعمل مجلس الشعب تاني، ناس تفضل رايحه جايه بقى على الانتخابات. هو يعني معانا فلوس كتير، يعني مش في عجله انتاج كانت واقفه وعمالين نصوت عليها ولا ايه؟ في نظر محدثكم المتواضع انه
الطريق إلى الديمقراطية والحرية ورئاسة برلمانية ذات صلاحية محددة هو القول نعم. والأهم من ده كله أنه بنفسه بأنه مش عارف يمشي 12 واحد، فأنا مش عارف فعلا هو بيترشح ليه. هل تفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية؟ لا 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 ليه يا لا 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 أنا مش عارف، قلت لك قبل كده مش عارف، قلت لحضرتك ولا لحد تاني إيه؟ إن أنا مش عارف أدير مكتبي اللي فيه 12 واحد ولا 13 واحد. لا بس بعد الثورة إحنا لا بحاجة إلى لا لا على لا كل بلاش حكاية دي النبي. أنا هحط لكم لينك في الديسكريبشن المقال عن الدكتور العوا لما كان بيقول إن حل أمن دولة ده إسراف وعبث. يعني وأحب أختم بحتة للمخلوع بيعيد فيها مطالب الاعتصام بتاع 8 يوليو. الدكتور العوا كان عايز يبقى مظاهرات واللي هو نظام نروح الساعة 5 ونبقى نشوفكم الأسبوع الجاي يعني عشان كده. ف يلا بسطوا. نسعى لتحقيق العدالة الناجزة مقتنعين بأن العدالة البطيئة تورث الإحساس بالمرارة لدى المواطنين، ومتطلعين للمزيد من جهود قضاتنا للتعجيل بالفصل في القضايا كي ينال كل ذي حق حقه، ولكي لا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معاناتهم.